السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. أنا ما أتيت لأتكلم، أنا جاي أشم ريحة أبو نور. أفضل ما الله يكرمكم فيه يا أحبابي، الله يلهمكم دوام الذكر. من أراد سعادة الدنيا والآخرة فليكثر من ذكر الله، ومن أراد التعاسة في الدنيا والآخرة فليترك ذكر الله. وأفضل الكلام كلام الله، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. اكتبوا مني هالكلمتين اللي سبق كتبتهم لبعض أحبابي، هدول ليس ساعات التعب. يا من باع كل شيء بلا شيء، يا من باع كل شيء بلا شيء، ويا من اشترى لا شيء بكل شيء. أي بعض كلمات أهل الله. يا من اشترى كل شيء بلا شيء، كل شيء في الحياة ركضت وراه فراغك ووقتك وعقلك حياتك كله بلا شيء. يا من باع كل شيء بلا شيء، يخرج من الدنيا ما في شيء. ويا من اشترى لا شيء بكل شيء، الدنيا كلها والله بلاش. الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، لا يراها إلا المرضى. والحياة تاج لا يعرف قدره إلا من أتاه الأجل. السعيد فيكم يا ابني، من اللي بيحضر الدرس؟ السعيد فيكم اللي بينشغل بذكر الله قبل ما يجي على الدرس. السعيد فيكم اللي بيلقى الله بقلب عامر بالله. وإياكم أن تلقوا الله بقلب غافل عن الله. القلب العامر بالله جليس الله، والقلب الغافل عن الله مطرود عن صحبة عن مجالسة الله. فكونوا مع الله، لازموا ذكر الله. ما استطعتم الذكر ذكرين، لا أريد منكم ذكر واحد، بدي الذكرين، ذكر الخلوة وذكر الجلوة. ذكر الخلوة أن تذكروا الله بقلوبكم حضورا مع الله ومراقبة لله، وذكر الجلوة في الطريق ما يقل كل يوم عن ألف لا إله إلا الله. أكسروا، وغدا كما قال الشاعر ستدري إذا انكشف الغبار
أبغل كان تحتك أم حمار؟ بكرة بعد الموت بيعرف الإنسان كان في سعادة ولا كان في شقاء، وانتقل لسعادة أو انتقل لشقاء. بكرة بعد الموت بيعرف الإنسان. الناس نيام، أنتوا هلا في نوم يا ابني، فإذا ماتوا انتبهوا. زادوا على الحديث مدرج الحديث، وإذا انتبهوا ندموا حيث لا ينفعهم الندم. لا تكونوا مثل جحي، جحي عم يطلب 1000 ليرة انجليز، يا ربي 1000 ليرة انجليز. شاب بالمنام واحد قدم له صرافية 999,000، 999 ليرة. قال له ما بقبضن الا 1000. لك قال له هدول 999، قال له غير 1000 ما بقبضن. فز من المنام ما في لا 1000 ولا 900 ولا، وقام غمض عيونه وقال له ايه هذا تبابله. بعد الموت يا ابني تغمض عيونك ترجع للدنيا ما بقى في رجعة. هي كلمة هو قائلها، بعد الموت رجع ما في. فإما أن تهنأ بما قدمت وتشكر الله على ما وفق، وإما أن تندم. ولكن شو بيفيد الندم في ذلك الزمن؟ ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، رجع ما في. فمن الآن استعدوا يا أبد، أوعكم تكونوا ممن باع كل شيء بلا شيء. كلمة بتسوى تقلها جوهر. يا من باع كل شيء بلا شيء، زمنك، وقتك، عقلك، حياتك، عمرك، بعته بلا شيء. شو السمار؟ شو قبط من السمار؟ شو قبط من الإجرة؟ غير القطنة والكفن ما في. هاي الحياة. ويا من اشترى لا شيء بكل شيء، الدنيا لا شيء. لا تساوي عند الله جناح بعوضة. يقال أن سيدنا أبو يزيد البسطامي رضي الله عنه وأرضاه رأوه بعد الموت فقالوا له ما فعل الله بك؟ قال أوقفني بين يديه فقال بما أتيتني يا أبا يزيد، بما أتيتني؟ شو جايب لنا معك بعد هالسفرة بعيدة 60-70 سنة؟ شو جايب لنا معك؟ قلت يا ربي أتيتك بزهدي، زهدت في الدنيا وتركت الدنيا ما. فقال أو ما بلغك عن نبيي أن الدنيا لا تساوي جناح بعوضة، فبماذا زهدت إذن؟ إذا الدنيا كلها ما بتساوي جناح بعوضة، فبماذا زهدت؟ قلت أستغفرك ربي وأتوب إليك. أتيتك يا ربي، الله، بالاعتماد عليك يعني، أو الثقة بك.
فأتيتك يا ربي بالتوكل. فقال: يا أبا يزيد، أما وبلغك يميني بقولي قسمت الرزق؟ شو الآية؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض. أما وثقت بكلامي؟ توكل أنه توكل، شو جاي بالتوكل؟ وثقتك بكلامي. فقلت: يا ربي أتوب إليك، أتيتك بالذل والانكسار. فقال: هذا ما أردت منك. أتيتك بالذل والانكسار، ما في غيره يا ابني، لا لنا عبادة ولا لنا طاعة ولا لنا تقوى ولا لنا، ما في شيء لك يا ابني. اللهم لولا أنت ما اهتدينا، الفضل فضلك، وفقنا وأكرمنا، هو اللي جابنا بالجامع، هو اللي وفقنا للعبادة. فلا تشوف حالك أنه لك عبادة أو طاعة. اللهم لك الحمد على ما أنعمت، اللهم لك الحمد على ما تفضلت. أسأل الله أن يلهمكم دوام الذكر. عم تحضر دروس كتير يا أبي، والله لا ينفعكم، لا من الدروس ولا من المجالس، لا ينفعكم إلا قلب تعلق بالله. وإلا كله يا ابني كله بكرة بتشوفوه هواء، بكرة بتشوفوه كله هباء هباء. راحت الدنيا وراح الأب وراحت الأم وراحت الزوجة وراحوا الأولاد وراح المال وراح المحل، وين صفيت أنت؟ ما في شيء. فإن بعت لا شيء بكل شيء فأنت أخسر الخاسرين، وإن اشتريت لا شيء بكل شيء فأنت أخسر الخاسرين. وأما المؤمن هو الذي لا يضيع نفسا من أنفاسه، يصرف أنفاسه في ذكر الله وحب الله. وأسأل الله لي ولكم التوفيق، ولا تأخذوني أنا والله ما أقدر أتكلم، لو ما أخذت حبة منشط ما استطعت تجي لعندكم. أسأل الله أنه الجلسة الثانية يكون معكم بتوفيق الله، والسلام عليكم ورحمة الله.